السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. اليوم جولة في العروض الأسبوعية في الدانوب من يوم 6 أكتوبر إلى يوم 12 أكتوبر. على بركة الله نبدأ الجولة بتاعتنا إن شاء الله. نتمنى أن كل يستفيد من الجولة اليوم. نشوف أول حاجة اللي فيه عرض على الزيوت، دي منطقة العروض كلها كده، في عرض على الزيوت، زيت دوار شمس غندور لتر 615.5 ريال بدلا من 24.25 ريال، وفي زيت عافية 2 لتر ونص في 500 ملي مجاني 29.95 ريال، في زيت زيتون بيتوتي 1 لتر 17.5، وفي أرز أبو كاس، أرز أبو كاس 5 كيلو ب35 ريال، في السنبلتين ب32.5، في جرين فارم بسمتي أبيض 31.5 5 كيلو، في الطاي 26 ريال 95 هللة، وفي الشعلان عنبر بنجابي 66 ريال 95 هللة اللي هو 10 كيلو، في باب الهند 10 كيلو 79 ريال 95 هللة، في كورن فليكس 500 جرام ب12 ريال ونص بدلا من 23.25، وفي كورن فليكس تاني النوع ده اللي قدامنا ده نازل ب16.5، اللي هو كويكر الشوفان، حبوب كويكر الشوفان 16.5 بدلا من 25.75 هللة، في البطل إشارة بطل الكرتون 7 ريال 95 هللة. احنا في جولة الحين في الدانوب، وفي الشوكولاتة دي النص كيلو نازل من 43 ل23 ريال، مستمرين معاكم في عروض الدانوب. وبنشوف اهم العروض المميزة في البسكوت اللي هو المملح ده نازل من 22 ريال 15.5، في بسكوت الشاي غندور نازل من 13.25 ل9 ريال 95 هللة، في عروض على الشوكولاتة اللي هي جواهر نازل اللي هو 900 جرام نازل من 85 ل50 ريال 49 ريال 95 هللة، مستمرين معاكم في عروض الدانوب. الأسواق الدانوب طبعا موجودة في الشرقية وفي جدة وفي الرياض، احنا حاليا في الشرقية. نشوف العروض اللي هي من 6 أكتوبر إلى 12 أكتوبر، في عروض على مناديل فاين اللي هي قدامنا دي 10 في 150 ب21 ريال بدلا من 33 ريال، في برضو عروض على جراند ستار اللي هو الألمونيوم نازل من 43.95 هللة ل33.95 هللة، 300 ملي 1 رول زائد 1 رول مجاني، في برضو نوع تاني نازل 14 ريال 95 هللة اللي قدامنا ده، دي عروض الدانوب. شوف اهم العروض المميزة، في عرض على المية نسلة اللي هو 6 في لتر ونص نزل بكامل باكت 6 في لتر ونص نزل ب6.5، وفي سحب كمية كبيرة، في الكرتون ده اللي هو 40 في 330 ملي 40 في 330 ملي نازل 14 ريال 95 هللة، في عرض على مية اروى برضو
ميه اروى زيرو صوديوم 40 في 330 مللي، نازل سعرها 13.95 هللة بدلا من 22 ريال. مستمرين معاكم في جولة الدانوب. في برضو عروض على أكياس النفايات، 26 كيس، نازل من 27.25 هللة ل21.95 هللة. في برضو الكوب البلاستيك، نازل فيه نوع اللي هو النوع الصغير ب3 ريال، في النوع الكبير شوية 3.5، والأكبر ب5.5. نشوف أهم عروض التوابل. في حمص نازل من 11.5 ل6.5، حمص مجدي 800 جرام اللي هو قدامنا ده. في عزيمكو سميد 500 جرام، نازل ب5.95 ريال هللة. في بقى المهباج نازل عندك الفاصوليا البيضة 1 كيلو، نازل من 14.95 ريال هللة ل10.5. وفي اللوبيا نازل برضو 1 كيلو من 12.5 ل8.75 ريال هللة. وفي الحمص نازل المهباج الحمص نازل من 16 ريال ل11.5 ريال. في العدس الأصفر نازل من 12.25 ل8.75 ريال هللة. والسميد نازل من 9 ريال ل6.95 ريال هللة. دي عروض المهباج. في العدس برضو نازل من 12.5 ل8.75 ريال هللة. دي اهم عروض التوابل. في برضو هنا مسحوق الثوم والفلفل الاحمر، نازل من 16.5 ل12.95 ريال هللة، النوع اللي قدامنا ده. في بهارات برضو، بهارات الكبسة فرشلي 6.5 أونص، نازلة من 21.25 ل17.95 ريال هللة. وفي البريبيكيا فلفل أحمر برضو فرشلي، نازلة من 12.25 ل9.5 ريال. فلفل أبيض مطحون نازل ب14.95 ريال هللة. وفي المهباج برضو زنجبيل والفلفل الحب الأسود، نازل كله عليه عروض اهوت قدامنا، 10 ريال و8 ريال و9 ريال. طبعا دي أهم عروض البهارات الموجودة. ندخل على عروض بقى الزيوت. الزيوت عروض الزيوت، عندك زيت نور اللتر ونص ب14.95 ريال هللة، اللي هو نور زيت دوار شمس. في زيت ألفا دورة، نازل من 25 ريال لتر ونص برضو، 19.95 ريال هللة ألفا.
ليزا، ليزا زيت برضو ذرة نازل من 18.5 ل 13 ريال 95 هللة ذرة. في زيت شمس، زيت شمس الاتنين حبة في لتر ونص 28 ريال 95 هللة شمس. في الكانولا اتنين حبة في لتر ونص نازلين ب 32 ريال 95 هللة الكانولا. في زيت ذرة، زيت ذرة عافية اتنين في لتر ونص نازلين ب 39 ريال 95 هللة. شوف أهم عروض زيت الزيتون، النوع ده نوع أسباني نازل اللي هو 250 ملي، 250 ملي نازل من 12.5 ل 9 ريال 95 هللة. في رحمة، رحمة برضو نازل 14.5 اللي هو 500 ملي. في السوسن 500 ملي نازل 10 ريال 95 هللة، وده حلو جدا نازل من 21 ريال 95 هللة اللي هو السوسن. في بونص نازل ب 21 ريال 95 هللة اللي هو 500 ملي برضو. في زيت عافية عرض حلو جدا برضو، زيت عافية زيت زيتون عافية نازل 13.5 بدلا من 22 ريال عافية. في زيت جوز الهند باراشوت نازل 25 ريال 95 هللة بدلا من 35 ريال 95 هللة، ده زيت جوز الهند للي بيحب زيت جوز الهند. في عرض على العصير، في عرض على العصير، عصير كي دي دي 24 في 180 ملي نازل ب 22.5 بدلا من 30 ريال. في زيت كبري سن 10 في 200 ملي نازل ب 13.5 بدلا من 16.75 هللة، ده عصير. ومستمرين معاكم في جولتنا في الدانوب، مستمرين معاكم في جولتنا في الدانوب. عندنا في عرض حلو جدا على الشمام هنا ب 2 ريال 95 هللة الكيلو، الشمام قسم الخضار والفاكهة. عرض حلو جدا على البرتقالة بصرة ب 5 ريال. شوف بقى أهم عروض التونة، أهم عروض التونة. في عرض على التونة جودي اللي هي 80 جرام 2 حبة 8 ريال 95 هللة بدلا من 13 ريال. في عرض برضو على جودي اللي هي 185 جرام ب 9 ريال 95 هللة، ب 6 ريال 95 هللة بدلا من 8 ريال و 75 هللة. في عرض على تونة فريشكو 100 جرام 3 حبات بدلا من 14 ريال 85 هللة نازلة 8 ريال 95 هللة 3 حبات.
عرض حلو جدا وعليه سحب كبير، اللي هو تونة الخير. تونة الخير اللي هي 185 جرام، تلات حبات ب12 ريال او 11 ريال، 95 هللة بدلا من 21 ريال، وعليه سحب كتير جدا. في برضو تريفيا 170 جرام نازلة ب10 ريال، 95 هللة. وفي هنا حمص اللي هو بيب نازل العلبة 580 جرام نازلة من 5 ريال، 75 هللة ل4 ريال ونص. ده حمص. مستمرين معاكم في جولتنا في الدنوب. عندك برضو فول مدمس الكسيح 400 جرام، 4 حبات نازلين 9 ريال، 95 هللة بدلا من 15 ريال. ده عرض حلو جدا على الفول. في برضه عرض حلو جدا على الفول لونة 6 حبات ب10 ريال، 95 هللة، وعليه سحب كبير جدا. 6 حبات ب10 ريال، 95 هللة بدلا من 27 ريال. في عرض على العسل، عسل زائقة 250 جرام نازل 8 ريال ونص بدلا من 14 ريال، 75 هللة. وفي زائقة برضو 375 نازل ب10 ريال، 95 هللة بدلا من 14 ريال، 75 هللة، 10 ريال، 95 هللة. في عسل السدر المنصب 350 جرام نازل ب31 ونص. في عسل الشفاء 1 كيلو نازل ب43 ريال. في نص كيلو نازل ب400 جرام نازل ب22، 95 هللة. في عرض حلو جدا على النيوتيلا، نيوتيلا 750 جرام نازلة ب23 ريال، 95 هللة بدلا من 40 ريال. نيوتيلا. في عرض على الذرة جودي 3 حبات ب10 ريال، 95 هللة اللي هي 340 جرام، عرض حلو جدا، 10 ريال، 95 هللة. في عرض على الفطر، فطر بيب 425 جرام او 35 جرام نازل ب4 ونص العلبة. في طماطم مقطعة جودي نازلة ب400 جرام، 3 حبات ب10 ريال ونص، عرض حلو برضو جدا. في معجون طماطم لونة نازل ب13 ريال ونص بدلا من 23 ريال، ال2 حبة لونة 13 ونص. عايزين نشوف اهم عروض المكرونة. في عرض على مكرونة جودي 3 حبات نازلين ب10 ونص، جودي 3 حبات ب10 ونص اللي هي الاحمر دي 400 500 جرام. وفي تونة في جودي التانية دي
جودي، مكرونة جودي 2 حبة بدلا من 14.5 ل 95 هلل النوع ده. في توابل مرق الدجاج اسناد 15 في 12 جرام، 15 كيس في 12 جرام ب7.75 ريال هللة اللي هي الإسناد. في ألوها مرق الدجاج ألوها نازلة من 13.75 ل7.95 ريال هللة مرق الدجاج ألوها. في مرق الدجاج ماجي نازلة 14.5 بدلا من 20 ريال اللي هي 28 حبة. عايزين نشوف اهم عروض الشاي. الشاي الاحمد الانجليزي نازل من 18.5 ل 13.95 ريال هللة اللي هو كام 100 كيس زائد 3 اكياس مجاني. في ليبتون 2 حبة ب10.95 ريال هللة اللي هو ليبتون بالليمون. في شاي ليبتون اللي هو النوع الذهبي ده نازل ب17.5 ريال بدلا من 24 ريال. في ليبتون اللي هو 800 جرام نازل ب27.5 بدلا من 35. في ليبتون اللي هو 100 كيس نازل ب14.5 بدلا من 19.5. في الطحينة طحينة حلواني 500 جرام ب14.95 هللة. في طحينة طعمة ب14.95 ريال هللة برضو نص كيلو. في طحينة الكسيح 900 جرام نازلة ب17.5. في حلاوة طحينية برضو طعمة 500 جرام ب16.5 بدلا من 27.5. عروض السكر 10 كيلو نازلين ب31.5، 31.5 10 كيلو. نشوف قسم تاني. احنا معاكم لسه في الدانوب عروض الاسبوع. في عروض الليز اللي هي البطاطس الكيس ب6.5 بدلا من 8 ريال اللي هو الكاتشب والفلفل والخل الكيس ب6.5. في نوع تاني هنا 3 حبات ب10.5 ريال بدلا من 15 ريال 75 هللة. النوع ده الواحد 75 جرام. في برضو النوع ده نازل الكيس ب5.5 بدلا من 8 ريال. طبعا الفشار كرتون الفشار شفناه ب7.95 ريال هللة البطل. وكيس الفشار ال2 حبة ب9.95 ريال هللة. دي اهم عروض البطاطس واهم عروض الفشار. في عرض على المناديل برضو ده المناديل اللي قدامنا دي كلينكس نازلة من 27.5 ل 18.5. شوف كده اهم عروض الشوكولاتة. في نوع الشوكولاتة ده نزل من 12.5 ل 11.5 الكرتون.
والتوب النوع ده نازل ال3 حبات ب9 ريال، 3 حبات، والكيس نازل ب11.5. في برضو النوع ده نازل ال3 حبات ب9 ريال، والكادبوري برضو ده نازل ب11.5 الكيس. الكتكات النوع ده نازل الواحد ب12.5. في عرض برضو على شوكولاتة اللي هي الفروت، اللي هي 42 حبة 36 و6 مجاني، نازلين ب32 ريال 95 هللة. جالاكسي الكيس اللي هو فيه 12 قطعة نازل ب8 ريال 95 هللة، وجالاكسي اللي هو بالحبة أربع حبات ب9 ريال 95 هللة، والكيس ده اللي احنا قلناه ب8 ريال 95 هللة. مستمرين معاكم في عروض الدانوب. بنروح قسم بقى المنظفات والمسحوق الغسيل اللي هو الطايد والأومو والإيريال. في عرض على طايد العباية، طايد عباية داوني 2.5 لتر، نازل من 35 ريال 23 ريال ونص. في برضو جيل برسيل 2900 ملي 27.5 بدلا من 41.5 اللي هو البرسيل، جيل برسيل. وفي برسيل 6 كيلو 800 جرام نازل من 62.5 ل 47 ريال 95 هللة. في عرض حلو جدا على الاريال اللي هو 7 كيلو او 6 كيلو وربع، نازل من 132 ل 59 ريال 95 هللة. ده الاريال. في الطايد 5 كيلو او 4 كيلو ونص، نازل من 96.95 هللة ل 36.5، يعني يعتبر 50%. في الأومو نازل ال5 كيلو بدلا من 34.5 نازل 29 ريال 95 هللة. ده الأومو. دي أهم مساحيق الغسيل، أهم العروض اللي موجودة فيها. في عروض المناديل، في مناديل كينيليكس اللي هي اللي قدامنا دي نازلة من 27.5 ل 18.5، لو 10 زائد 2 مجاني. وفي اللي هو برضو ده نازل من 32.75 هللة ل2 حبة مع بعضهم، ممكن الاكس نازل ل23.5. وفي برضو اونو ورق مطبخ نازل من 25 ريال ل18 ريال 95 هللة. مستمرين معاكم. نشوف قسم اخر في عروض الدانوب. نشوف بقى عروض ادوات المطبخ والاجهزة الكهربائية. في عروض كتير جدا هنا، قسم الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ.
احنا عشان الفيديو ما يطولش فاحنا هنعمل لها فيديو لوحدها ان شاء الله. احنا بنختم معاكم الفيديو ده وان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى تانية في اسواق اخرى، وتابعونا ان شاء الله في فيديوهات جميلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.